جنوب إسبانيا، مدينة قرطبة. أين تقع قنطرة قرطبة؟ وهي من المعالم المهمة في قرطبة، وتقع على نهر الوادي الكبير، وكما تسمى الآن بوينتي رومان. طولها حوالي 400 متر تقريبا، وعرضها 40 متر، وارتفاعها 30 مترا. وقد بنيت في عهد سمح بن مالك الخولي صاحب الأندلس بأمر من عمر بن العزيز سنة 101 هجري، وشيدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوها. وقيل إنه قد كان في هذا المكان قنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول العرب حوالي 100 سنة. وبمدينة قطب القنطرة العجيبة التي فاقت قناطر الدنيا حسن وإتقان، وكان عدد أقواسها 17 قوسا، بين كل قوس والآخر 12 مترا، وسعة القوس الواحد 12 مترا، وكان عرضها حوالي 7 أمتار، وارتفاع على سطح الماء بلغ 15 مترا. إن هذه الأبعاد كانت مقنطرة بنية في بداية القرن الثاني للهجرة، أي منذ 1400 سنة، على يد سمح بن مالك الخولي الذي كان والي الأندلس من قبل عمر بن عبد العزيز، أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل الانتقال سوى الخيل والبغال والحمل، ولم تكن وسائل وأساليب البناء في المستوى المتطور حينئذ، مما يجعل هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة الإسلامية.